وهي دم الحيض. فدم الحيض من الناحية العلمية هو دم طبيعي يخرج بسبب سقوط الشعيرات الدموية التي تكاثرت مكونة طبقة في الرحم لاستقبال البويضة الملقحة. ولكن وبسبب جهل القدماء لطبيعة الحيض، عاملت عدد من الثقافات والديانات الحيض على أنه نجاسة، وفرضت طقوسا مهينة على المرأة في فترة حيضها، وكان من هذه الديانات الإسلام. يقول القرآن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وحين تكون المرأة في أيام حيضها لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم. يقول محمد كما في صحيح البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وبعد أن أصبحت المرأة بالغة تصبح شريكة للحمار والكلب في قطع صلاة المصلي إن مرت من أمامه. يقول محمد كما في صحيح مسلم، ثاني أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وفي الإسلام فإن المرأة أقل عقلا من الرجل، ولذلك فشهادة المرأة في المعاملات المالية هي بنصف شهادته. يقول القرآن: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال محمد عن النساء كما في صحيح البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. وليس للنساء شهادة في الحدود والقصاص، ولا شهادة لهن لوحدهن بدون رجل إلا في المسائل التي لا يطلع عليها الرجال. قال علي بن أبي طالب: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون، واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير صاحب أشهر تفسير للقرآن: والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان. وللرجال عليهن درجة. قال ابن كثير: أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير: أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم، لقول النبي: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك.
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها. والأنثى في الإسلام لها نصف مال الذكر من الميراث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والمرأة هي صورة الشيطان، ففي صحيح مسلم أن النبي رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وبعد البلوغ يصبح فرضا على المرأة أن تغطي جسدها أمام الرجال غير المحارم. وفي عصرنا هذا يزعم المسلمون بأن الحجاب قد فرض من باب العفة والأخلاق ولكي لا تفتن المرأة الرجل، ولكن الحقائق التاريخية ومن المصادر الإسلامية تظهر أن الحجاب كان تشريعا طبقيا للتمييز بين الإماء وهن سبايا الحروب من النساء وبين الحرائر. تقول الآية التي فرضت الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أدنى أن يعرفن، أي أن يعرفن أنهن حرائر ولسن إماء. وإلى ذلك ذهب المفسرون على مر العصور، ومن أبرزهم الطبري: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن. البغوي: نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن، فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحدا، يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة، فشكوا ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله، فنزلت هذه الآية. الزمخشري: وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبذلات، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن من النخيل والغيطان يتعرضون للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه. ابن الجوزي: أن يعرفن أنهن حرائر. القرطبي: وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة، فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسبب ذلك. ابن كثير: إذا فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. المحلي والسيوطي: ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن. الآلوسي: أدنى أي أقرب أن يعرفن، أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع تعرضهم وإيذائهم. وكان عمر بن الخطاب أحد كبار أصحاب محمد والخليفة الثاني بعده، كان يضرب الأمة إن لبست الحجاب. قال الصحابي أنس بن مالك: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال: لا تشبهي بالحرائر. وقال أيضا: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك
إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضربها بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. وقال أيضا أنس بن مالك: كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن. صححه الألباني.